ينضم إلينا المتحدث الرسمي باسم مجلس عشائر تدمر عمر البنية. مرحبا بك سيد عمر، لو توضح لنا ما حدث اليوم من إطلاق نار على المدنيين أثناء تسلمهم للمساعدات من قبل الأمم المتحدة، وكيف هي الأمم المتحدة مسؤولة عن هذا الموضوع؟ تفضل. أهلا وسهلا بكم. في البداية نود أن نبرز نقطة بالغة الأهمية، أنت حيث تم الحديث عن موضوع الاجتماع المنفرد والمخالف للقانون الدولي الذي عقدته الأمم المتحدة مع فصيل عسكري، وأنا أقول اليوم هو ليس فصيل عسكري محسوب على الجيش الحر، اليوم أنا أعتبره هو ميليشيا، لأن من يطلق النار على الشعب السوري هذا لا ينتمي إلى الجيش الحر، هذا عبارة عن ميليشيا. حيث وتم الاتصال بوقتها بالأمم المتحدة والاستفسار منهم عن موضوع الاجتماع المنفرد، وكان رد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن هذا الاجتماع هو اجتماع شكلي، لنتفاجأ بعد أسبوع بتسليم مساعدات بشكل منفرد لميليشيا أحرار العشائر، وتواجد التجار قبل بيوم وتواجد التجار في المخيم، وهذا يدل أنهم على معرفتهم قبل بيوم بموعد تسليم المساعدات، ولم يتم تسليم هناك أي مساعدات لأي مدني في مخيم الركبان. أبلغنا الأمم المتحدة، أبلغنا هيئات الأمم المتحدة، جاء رد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنها هي لا تعلم بهذا الموضوع، وأنما يتحمل المسؤولية هو برنامج الغذاء العالمي، وتحدثوا أنهم سوف يفتحوا تحقيق بهذا الموضوع وبموضوع تواجد أفراد مسلحين في منطقة توزيع المساعدات. طيب لماذا يعني لماذا قد يطلق جيش أحرار العشائر النار على المدنيين؟ تماما، بعد انتهاء الحديث ما الذي حصل يعني القصة بوضوح؟ تفاجأنا بخبر إطلاق نار على المدنيين في مخيم ركبان. قدم الأهالي إلى نقطة التوزيع فقام ليستفسروا عن موضوع المساعدات وليطلعوا على موضوع المساعدات، ليرد جيش أحرار العشائر بإطلاق النار على المدنيين، مما أدى إلى إصابة 3 نساء وتم نقلهم إلى الأردن. عدنا وأرسلنا أكثر من رسالة للأمم المتحدة والهيئات المتحدة، طالبناهم بالتفسير لما يحدث في مخيم الركبان، وطالبنا أن يكون التعامل بشكل مباشر مع الأسر. وبعدها بيوم عاد وتكرر إطلاق النار في مخيم الركبان، مما أدى إلى استشهاد أحد النازحين في مخيم الركبان. أجل ميليشيات أحرار العشائر أطلقت النار على المدنيين في مخيم الركبان واستشهد شاب عمره 17 سنة. من يتحمل المسؤولية هي الأمم المتحدة، الأمم المتحدة هي من جلبت هذه الميليشيات. سابقا شبكة إيرن العالمية تحدثت عن تعامل بين ميليشيات وهيئات الأمم المتحدة، وأن هذا التعامل هو موارب ومخالف للقانون، واليوم الأمم المتحدة مصرة على التعامل بهذا الشكل الغير قانوني واللا أخلاقي وتصر على عدم الإجابة. وبالمقابل والمستغرب أكثر أن ظهر قائد أحرار العشائر وتحدث وقال أنهم موجودين في نقطة التوزيع لحماية موظفي الأمم المتحدة ولحماية هيئات الأمم المتحدة. الأمم المتحدة يجب أن تحمي النازحين في مخيم الركبان. هل أصبحت الأمم المتحدة بحاجة لحماية ميليشيات لتتعامل مع ميليشيات وهذه الميليشيات تقوم بإطلاق النار على الشعب السوري؟ هذه الميليشيات اليوم هي شبيهة بميليشيات بشار الأسد الذي تقتل الشعب السوري وتطلق النار على الشعب السوري، ونحن نحمل جيش احرار ميليشيا احرار العشائر مسؤوليه ما حدث في مخيم الركبان، ونطالب القضاء الدولي بملاحقه هذه الميليشيات وملاحقه راس هذه الميليشيات المدعو ركان الخضير صاحب المشروع الانفصالي الذي قدمه الى من يدعمه بموضوع تحقيق بموضوع وضع فيدراليه في الجنوب السوري. سيد بنية، يعني نبتعد قليلا عن موضوع أحرار العشائر وما إلى هنالك، نبقى في حادثة اليوم، كيف تعاطت السلطات الأردنية وكيف مع موضوع الجرحى من المدنيين؟ هل تم التأكيد بالفعل على أن أحرار العشائر هي من قامت بإطلاق النار؟ وهل استلم المدنيين المساعدات بعد هالمعمكة كلها؟ بالنسبة تم نقل النساء اللواتي أصبنا إلى الجانب الأردني، وتحدث الإعلامي في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنهم قاموا بنقل النساء الذين تعرضوا للإصابة، ليعود بعدها جيش أحرار العشائر ويؤكد على لسان قائدهم أنه تم إطلاق النار بالهواء لأجل تفريق المجتمعين عند نقطة التوزيع، وقدم رواية غير منطقية بأن تحدث أن هناك شظايا تطايرت على الأهالي في مخيم رضوان. وبعد هذا الرد فورا حدثت حادثة أخرى بأن تم إطلاق النار واستشهاد الشاب في نقطة التوزيع، ليعود جيش أحرار العشائر ويظهر علينا برواية جديدة أشبه بروايات النظام السوري وبروايات مخابرات النظام السوري عن مجهولين وأيادي إجرامية خفية أطلقت النار، لكن معروف في المخيم من هم يحملون السلاح ومن رفض التوقيع على بيان إخلاء جميع الفصائل العسكرية من مخيم الركبان. الوحيد الذي يحمل السلاح في المنطقة هو جيش أحرار العشائر الوحيد الموجود في نقطة التوزيع حسب ما يظهر كذلك في صور وردت إلينا، ومن يحمل السلاح هم جيش أحرار العشائر. اليوم مطلوب من جميع أطراف تحمل مسؤولياتها، اليوم نعتبر الأمم المتحدة هي مدانة لما يحدث في مخيم الركبان، والآن نطالب
من السيد ستيفن ومدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومن السيد روبرت جينجز مدير اليونيسيف بالرد والتوضيح ما يحدث، وخصيصا أنه ظهرت صور هناك صور صناديق عليها شعار اليونيسيف، وبجانب الصناديق يقف أفراد ميليشيا جيش أحرار العشائر يحملون السلاح، وظهرت بعض الصور يظهر فيها أعضاء عناصر ميليشيا أحرار العشائر يقومون بتحميل المساعدات في سياراتهم الخاصة. سيد هذا ما حدث. نعم، هل وصلت المساعدات أخيرا إلى المدنيين أم لم تصل؟ تم انتقاء فقط بعض الأسر المحسوبين على جيش أحرار العشائر، وتم تصويرهم أمام الإعلام أنه يتم توزيع مساعدات، لكن نعم. بالمجمل من خلال تواصلنا مع أكثر من شخص داخل المخيم وعمل مجموعة من الأسر داخل المخيم، أكدوا لنا أنهم لا يجرؤون على الاقتراب من نقطة التوزيع كونه يوجد هناك أطلاق نار. وأريد أن أضيف نقطة بالغة الأهمية، أن الناشط الذي قام بتصوير عملية إطلاق النار على المدنيين في مخيم رف كان جيش أحرار العشائر يلاحقه داخل المخيم ويبحث عليه لأجل الانتقام منه. شكرا جزيلا لك المتحدث الرسمي باسم مجلس عشائر تدمر عمر البنية، شكرا لك، كنت معنا عبر خدمة سكايب.